هناك الحكمة القضائية وهناك الحكمة القانونية وهناك الحكمة السجنية. اليوم موضوع ديال السجن، موضوع الحرية، موضوع الاعتقال، وهي من المواضيع الأساسية واستراتيجية في كل مجالات العدالة الجنائية. الاعتقال معناه أنه سلب الحرية ولو مؤقتا للأشخاص بسبب متابعة، بسبب جريمة، بسبب مخالفة. السجن ليس عيبا في المجتمعات، لأن المجتمعات هي التي ابتدعت هذه المؤسسة لحمايتها من المذنبين. لكن الإشكال الحقيقي كيف ومتى وبأية ضمانات يمكن أن نضع يدنا ونسلب الحرية ونضع الشخص المسلوب حريته في مؤسسة تسمى السجون. إذن الإشكال الحقيقي ليس في الاعتقال كعقاب، ولكن الإشكال الحقيقي كيف نعتقل ومتى نعتقل وما هي شروط الاعتقال. ولذلك يطرح السؤال على الاعتقال الاحتياطي من هذا المنفذ، من هذا البوابة. فيمكن في حالة التلبس الاعتقال، يمكن في حالة الجرائم الخطيرة الاعتقال، يمكن في حالة يعني حماية الضحايا وحماية الشهود الاعتقال. ولكن يجب أن هناك حكمة الاعتقال. ما معناها؟ أن شروط الاعتقال يجب أن تحدد في القانون. يجب أن لا يضل الأمر في التقدير لشخص واحد يسمى قاضي التحقيق أو وكيل الملك. هذا التقدير الشخصي يجب أن يوضع له حد، ويصبح القانون هو المرجع في الاعتقال. حينما تتوفر الشروط نعتقل، حينما لا تتوفر الشروط لا يمكن الاعتقال. هذه هي المعضلة العميقة. ليست المعضلة كما أقول في الاعتقال، في شروط الاعتقال، متى الاعتقال ومن يعتقل. هذه السؤال الأول. السؤال الثاني، الاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون احتياطيا ومحددا في الزمن. كيف؟ تعلمون أنه في الجناح يمكن اعتقال الشخص احتياطيا طرف قاضي التحقيق لمدة شهرين قابل للتمديد شهر آخر، في الجنايات لمدة شهر قابل للتمديد شهرين قابل للتمديد 5 مرات، معنى سند الاعتقال. هذا أعتبره تعسف يؤشر عن شراسة العدالة الجنائية وعن هشاشة منظومتنا الجنائية. عندنا خصاص في الموظفين، عندنا خصاص في الآليات ديال الضابطة القضائية. هذا شيء يمكن أن تتكلف به وتجيب عنه السلطة التنفيذية. أنت قضاء يجب أن تكون تعمل في مستوى المسؤولية ديالك. المسؤولية ديالك أنك مسؤول على الحريات، تضمن الحقوق، تضمن الحياة، تضمن المحاكمة في ظروف عادية. ولكن لا يجب أن تجيب عن فشل السياسة العمومية. القاضي لا يجيب عن فشل السياسة العمومية ديال الحكومة وديال السلطة التنفيذية. القاضي يجيب عن مسألة أساسية هي ضمان حق كل شخص في سلامته القانونية وسلامته القضائية. وبالتالي المدة يجب أن تخفض، ويجب أن يحاسب من يتعامل مع الحرية بشكل متسرع، إن لم أقل بشكل يستخف قيمة الحرية. يمكن الاعتقال، إذا ظهر بأن الاعتقال كان غير محله أو تعسفيا يجب أن يحاسب. مسؤولية تساوي المحاسبة، مسؤولية تساوي المحاسبة. هو الدافع في الثقة ديالك وديالي كمواطن في كل المؤسسات. كل المؤسسات إذا لم تكن تشعر بمسؤولية وإذا لم تكن تحاسب لابد من أنها ستسقط من اعتبار المواطن وستقل الثقة فيها. مؤسسة القضائية كذلك، مؤسسة النيابة العامة كذلك، هي مؤسسات بالشكل الذي تريد أن نحترمها وتريد أن نقدرها، وهذا واجب. لأنه تقول في الفقه على أنه
ليس هناك خيار إلا الثقة في العدالة. ممكنش نقول ما نثقوش، ولكن حينما تقل نسبة العدالة فسيكون هناك مشكل، معناه يجب أن نتجه لإشكال يحله. ولذلك يجب أن تسأل المؤسسات القضائية من كل المستويات بخصوص مسألة ديال الخطأ في التقدير الاعتقال والتصرف في الحرية بدون شروط. طبعا حينما نقول الأحكام القضائية التي فيها إدانة أو براءة، عندنا الطعون التي يمكن أن نجادل بواسطتها في الأحكام القضائية، لأنه ذاك حكم قضائي هو يجيب عن الحقيقة، لأنه إذا ما كانش الحكم القضائي يستجيب أو يعكس الحقيقة غادي نكونوا في مشكلة أخر، غادي ندخلوا في مساهات ديال التحكم والاستبداد. فحينما يصدر الحكم مبدئيا يجيب عن الحقيقة فيستحق الاحترام، وحينما أشعر بقلق من الحكم أطعن فيه، ولكن قد يسخخ لا أطعن في قراراته، النيابة العامة لا أطعن في قراراتها، لأن عندها سلطة واسعة في المنظومة القانونية المنظومة الجنائية. هذه مواضيع عندها بعد كبير، ويجب أن نقرأها قراءات مختلفة، قراءة سياسية، قراءة سوسيو اقتصادية، قراءة حقوقية. ما يمكنش نقرأها غير قراءة مؤسساتية، عندها مؤسسات مستقلة، عندنا مؤسسات عندها صلاحيات كفاءة. لا سيدي، مؤسسات حينما لا تنسجم قراراتها مع كل هذه الأبعاد السياسية السوسيو ثقافية الحقوقية تسقط من الاعتبار المجتمعي. هذا قرار إلى ما عندوش رقابة مؤسساتية، هيئة المراقبة، راه عنده رقابة مجتمعية، عنده رأي عام، عنده مواطنين، عنده هيئات حقوقية مدنية ليست تراقب. ولذلك أعتقد أنه الندوة كانت عندها هذه الخصوصية، طرحت الموضوع وكان آراء مختلفة، وهذا شيء جميل، ويجب أن تخرج بتوصيات ومتابعة التوصيات، أي الدفاع عن هذه التوصيات أمام الفاعلين، أمام النيابة العامة، أمام البرلمان، أمام الأحزاب. ويجب على الأحزاب السياسية أن تتفاعل مع هذه المخرجات لأنها تعبر عن حاجيات مجتمعية المستقبل. ما يمكن الهيئات، يمكن هيئات حقوقية، يمكن جميع حقوقية تبرز آرائها وتقدم توصياتها وترافع، ولكن مرافعاتها تترجم من طرف القوى الحية التي تشارك في الانتخابات وتضع السياسات وتحاسب. البرلمان يضع السياسات ويحاسب، معنى ذلك على أنه تخص يتصنت الرأي العام، يتصنت المهنيين ويتفاعل مع الموضوع.